Les adjectifs possessifs, صفات الملكية، هي عبارة عن أدوات تستخدم للتعبير عن الملكية. possessif من كلمة possession بمعنى الملكية. إذا كان المالك أنا وأملك شيء مفرد مذكر مثل livre كتاب، أستخدم mon livre كتابي. المالك أنت ton livre كتابك. المالك هو أو هي son livre كتابه أو كتابها. إذا كنت أملك شيء مفرد مؤنث لا يبدأ بحرف صوتي باستخدام ما، مثل كلمة voiture ما voiture. أما إذا بدأت الكلمة بحرف صوتي مثل école مدرسة، أو بحرف آش لا يلفظ مثل histoire قصة، باستخدام mon école mon histoire ما voiture. إذا كان المالك أنت ta voiture ton école ton histoire. المالك هو أو هي sa voiture son école son histoire. أما إذا كنت أملك أكثر من شيء يعني جمع إن كان مذكر أو مؤنث كتب مثلا، استخدم mes livres كتبي، tes livres كتبك، ses livres كتبه أو كتبها. إذا كان المالك نحن nous نملك شيء مفرد مذكر أو مؤنث نستخدم نوتر صديق واحد، نوتر أمي صديقنا، أكثر من صديق نوز أمي. نفس الشيء إذا المالك أنتم، قول فوتر أمي صديقكم، صديق واحد صديقكم، فوز أمي أصدقاؤكم. إذا كان المالك هم أو هن يعني إيلو آل بالجمع منقول لوغ أمي صديقهم. أما إذا أكثر من صديق لوغز أمي، منحط أس بآخر كلمة لوغ بصير في ليزون يعني ربط صوتي لوغز أمي.